السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الحلقة ديال اليوم غادي نهضر لكم شوية على لي بوجي ديال ليسانس. في الحلقة اللي فاتت هضرت لكم على لي بوجي ديال المازوط، وهاد الحلقة غادي نهضروا على ديال ليسانس. كما كتشوفوا الإخوان، هو الشكل ديالهم، هذا هو الشكل ديالهم. فيهم أحجام بزاف، كاين بحال دابا هادو ديال هادو اللي أغلبية كيكونوا في الطوموبيلات، هما ديال السيرو ديال كيتسمى السيرو ديال 16. هاهم علاش؟ حيت هنايا كيتعبر هنا كيكون 16 مليمتر، سيرو ديال 16 هما اللي كيكونوا اغلبيه في الطوموبيلات ديال ليسانس. وكاينه ثاني اشكال اخرين، بحال دابا هذا الصغير ديالو كيكون سيرو ديال 14. كاين طوموبيلات صغار كيكون فيهم هذا الشكل هذا، وكاينه ثاني السيرو ديال 12 قاقه ثاني كيكون، وكاينه ثاني واحد كاين هادو بحال دابا ديال الفورد. هانتوما كتشوفوا عندهم هذه البلاصه ديال الفيلتاج كتكون طويله، غنوريكم هادو كتكون طويله. مناش الاخوان مصنوع البوجي، فيهم كاين أربعة ديال الانواع، أربعة ديال المواد اللي كيكون مصنوع بهم. كيكون اول حاجه اللي معروف اللي كتكون في لي بوجي العاديين، هو كيكون مصنوع من واحد الماده ديال النحاس مخلطه مع النيكل. هادو الاخوان ما كيصبروش بزاف، يعني تقريبا تقريبا ما بين 25000 حتى 30000 كيلومتر، هذا هو الجهد ديالهم، يعني ما كيصبروش بزاف. كاين الاخرين اللي كيكونوا مصوبين من البلاتين، واحد من البلاتين، يعني هادوك هادوك هما اللي كيصبروا بزاف. بحال دابا مثال هادو، هما هادو ديال فورد، كيكونوا راكبين فورد. شوف شنو مكتوبه الاخوان هنايا، غنوريكم هايا لا مارك بيرو، هادي ديال المانيا، هاهي مكتوبه بلاتين، هاهي تبان لكم هنا بلاتين. هادو الاخوان فعلا الثمن ديالهم غالي، ولكن راه كيصبروا تقريبا ما بين 100 حتى 120000 كيلومتر. هادو النصيحه ديالي انا باش واحد القضيه باش تعرفوا سميتو، باش ما ننساش واحد القضيه. بيرو كاين لوزين اللي في فرنسا، فهمتي، كاين لوزين في فرنسا، ولكن هي واقيله دابا نشوف في الانترنت هي كانت شركه المانيه واقيله شراتها واحد الشركه فرنسيه، اولا واقيله كانت شركه فرنسيه، المهم ما مأكدش واش شرا، ولكن كاين عندهم لوزين بحال دابا هذا راه مصوب في فرنسا، ميدين فرنسا. تنتاكد من هاد المعلومه، راه غادي نخليها لكم في التعليق. المهم ما عليناش. بالنسبه ل هاد الشكل هذا، بحال دابا هاد الشكل هذا راه كاين فيه اللي ماشي بلاتين، حيت علاش؟ هذا البلاتين كيكون غالي، بحال دابا هذا تقريبا كيدير 95 درهم. تقدر تلقاه في ديال النحاس اللي غيضرب لك مثلا غير 30000 كيلومتر، تقدر تلقاه مثلا ب 40 درهم، ولكن ملي كتاخذو في بلاتين، حيت على كل ما كان الثمن طالع كل ما الكيلومترات كيكونوا اكثر. هذا نصيحه انا للناس اللي غيديروا هذا، الناس اللي ربما مثلا عندهم شويه كتكون الطوموبيل ديالهم شويه صعيب باش تبدل لي بوجي، يعني مثلا كيطلب لك الميكانيك واحد الثمن كيكون مثلا غادي يقول لك مثلا يقول لك نبدل لك لي بوجي ب 100 درهم. علاش؟ حيت كيكون لي بوجي جاوا لداخل، ماشي بحال الطوموبيلات اللي صغار كتلقى لي بوجي غير من الفوق صافي السيرو تبدل. كاينه ثاني واحد النوع ديال الطوموبيلات اللي باش تبدل لي بوجي شحال خصك واحد ساعه عاد توصل لواحد البلاصه كتكون شويه مضيقه، كتكون شويه صعيبه، كيطلب لك الثمن كيقول لك، يعني من الاحسن انت الا كنتي عندك طوموبيل هذا النوع هذا، ولا كنتي كتسافر بزاف، يعني 30000 كيلومتر، تقدر كاين اللي 30000 كيلومتر كيضربها غير في شهرين، غتولي كل خطره تبدل كل خطره تبدل، يعني من الاحسن دير هاد لامارك ديال هادو اللي كيكونوا مصاوبين بالبلاتين كيصبروا اكثر. بالنسبه للاخوان، الحاجه الاخرى اللي خصكم تنتبهوا ليها، وهي يعني مثلا خليتي انت هذاك لي بوجي، خليتي لي بوجي، شنو اللي كيقدر يتسبب ليه يتسبب فيه؟ كاين سميتو الزياده في استهلاك ديال ليسانس، يعني ليسانس كيبدا يتسهلك شويه، حيت علاش؟ كيكونوا مثلا هما مع داك الاحتراق اللي كيدار كيكون هنايا هاد البلاصه هذه هنايا صافي كتبقى تكال، ما كيكونش واحد الاحتراق بالعربيه احتراق كامل. ملي ما كيكونش داك الاحتراق كامل الطوموبيل كيبقى فيها الديراطاج، كيولي ليسانسي تكال، حيت كما غنوريكم في واحد الفيديو شوفوا الخدمه ديالهم كيفاش كيدار. يعني كما كتشوفوا في هذا الفيديو دابا كيكون ليسانس كيتحل واحد السوباب ديال لادميسيون، كيتحل السوباب كيدخل ليسانس والهواء، ياك كما كتشوفوا دابا البيستون كيدفع هذاك كيدير واحد الضغط كيدفع هذاك ليسانس وكيدفع اللي مختلط بالهواء. هاد الشمعه هادي البوجي كتشعل هنايا، ملي كتشعل كيوقع واحد الانفجار داخلي، صافي داك الانفجار كيهبط البيستون كيتحل السوباب ديال ليشابمون كيخرج الدخان،
صافي كتبقى ديك العمليه كما ديال لي بيستون صافي تما في الطوموبيل كتبقى غاده. غير هما هادو كيكون ديما هذه الخدمه ديالهم ديما الاحتراق ما كيحبش يعني هذوك الشمعه هنايا كتخدم كدير هذيك الشعله ديالها ما كتحبش، ماشي بحال المازوط. المازوط عنده دور تسخين هي كيسخن داك الشومبرا، هذه لا هذا صافي يعني كيبقى ديما خدام. الا كان هذا ما خدامش الطوموبيل كتولي تاكل لك ليسانس، كتولي عندك الدخان بزاف، كتولي كديراطي يعني داك لي زاكو كيتسمو كديراطي غادي في الطوموبيل كتبقى تكلي كتبقى تمخد شويه. هذا لي بوجي كيديروا نصيحه الاخوان بالنسبه للناس اللي كيسافروا، حيت هاد لي بوجي كيخليو اون بان كتقدر طيح اون بان، يعني من الاحسن راه ما غاليينش بحال دابا هادو اللي كيكونوا بزاف ديال 16 باش نوريهم لكم. هادو ديال 16 بحال دابا فهاد لا مارك اي كم كيديروا 18 درهم فهمتي، يعني من الاحسن يكون عندك السكور ديالهم كما مع البولات. راه درت الحلقه ديال البولات باش تكونوا عارفين. هادو من الاحسن انسان كيكون غادي مسافر في شي مدينه صغيره او مثلا في لوطوروت ولا شي حاجه، لوطوروت راه تعيط للميكانيك غتقول ليه راه عندي السكور غيبدل لك صافي وغتكمل طريقك. من الاحسن يكونوا عندكم، ضروري يكون عندكم الاخوان في الكوفر، خليو السكور راه ما خاسرين والو. سميتو الشكل ديالهم. حاجه اخرى الاخوان، واحد النصيحه غادي نعطيها لكم مهم بزاف. واحد السيد نعاود لكم شنو كان طرا لواحد السيد، المهم هذا كان هذا زبون ديالي كليان، عنده واحد الفيات برافا، وقيلا فيات برافا ولا ما عرفت برافو، المهم ايسانس. تقريبا كل 6 شهور كان كيجي عندي، كل 6 شهور كيجي عندي كيقول لي يا خويا يونس راه لي بوجي بعتي ليا راه عاوتاني مشكل. كيقول لي الميكانيسيان كدي كيقول لي البوجي خصهم يبدلو، انا راه عييت نبدل لي بوجي كل 5 شهور كل 6 شهور. فعلا واحد النهار وانا عطيه نصيحه قلت ليه شوف اخويا انت شنو غادي دير، قلت ليه انت ملي كدير ليسانس واش كدير بالبلان، يعني كدير البلان مره في الشهر ولا شنو كيفاش كدير؟ قال لي لا، قال لي انا 100 درهم 150 بعض الخرات 50 درهم. وانا نسولو قلت ليه واش كتخلط، يعني واش كتخلط ليسانس يعني 100 درهم في الشركه اكس 100 درهم في الشركه ا 50 درهم في الشركه؟ قال لي قلت ليه لا. يعني الاخوان نصيحه اللي نعطيكم، هاد لي بوجي هما شويه حساسين لليسانس، حاولوا ما تبقاوش تخلطوا، تختاروا شركه وحده بلا ما نقول السميات، تختاروا شركه وحده شركه اكس تبقاو تخدموا معها، شي شركه معروفه عندها ليسانس نقي تبقاو تخدموا معها. يعني ماشي مشكل كل استطاعه ديالو، كاين اللي كيخدم بالبلان كاين اللي كيخدم بالنص بلان. انا ما نقول لكمش بان راه نقول لكم لا خصكم ديروا 200 درهم الفوق، دير حتى 50 درهم دير حتى 20 درهم، غير هو اختار شركه وحده. حيت الاخوان باش تعرفوا واحد القضيه، ليسانس مختلف، راه ليسانس ديال الشركه ماشي هو ليسانس ديال الشركه بي باش تكونوا عارفين. راه شحال من واحد كان هي ليسانس داير ليه مشكل في الطوموبيل مشى لشركه اخرى ما بقاش عنده مشكل. يعني الاخوان لي بوجي راهم سونسيبل، راهم حساسين لليسانس. وملي قلت ليه هذيك النصيحه راه ما بقاش عنده المشكل، هو كان كيدي احسن ماركه هي بوش، كان كيديها من عندي فهمتي، كان كنبيع عليه احسن ماركه بوش، وبعد الاخر كان كيدي تابيرو، وكان واقع عليه داك المشكل. ملي قلت ليه هذيك القضيه راه تحل ليه المشكل، يعني كان ديما هو كيخلط هذه 50 درهم هنا 100 درهم هنا 150 200 درهم وبدا كيخلط. يعني الاخوان هذه هي النصيحه ديالي، يعني الانسان ما تخلطوش ليسانس. الفقره الاخيره الاخوان وهي قبل ما نوصل للفقره الاخيره ديال لي مارك، غادي نوريكم واحد القضيه اللي ربما الناس بزاف جاهلين ما يكونوش عارفينها الاخوان. انتم نوريكم واحد القضيه هنا، شنو كيبان لكم هنا؟ كيبان لكم هذا البوجي هذا كيتسمى فيه راس واحد. شنو هو راس واحد؟ كيتسمى بالفرنسيه ان الكترود، الكترود هذا ها هو اللي كيبان لكم هنا الكترود. هادو المده ديالهم كتكون اقل من هادو اللي غادي تشوفوا دابا، ها هما هادو فيهم اربعه كيتسموا، كيقول لك انا بغيت لي بوجي ديال اربعه ديال الريوس، ها هو واحد جوج ثلاثه اربعه. علاش الاخوان دابا المصنعين ولاو كيصنعوا هادو بزاف؟ يعني تقريبا واحد تقريبا باش بداو هادو تكون شي 15 عام دابا تقريبا باش بداو، يعني في الالفينات ما بكري ما كانش هاد الموديل هذا ديال، كاين فيه جوج ريوز كاين اللي فيه ثلاثه كاين اللي فيه اربعه، المهم الماكسيموم هو اربعه. علاش الاخوان شنو كيطرى في ذاك الوقت ديال الاحتراق ملي كتبقى تشعل هذيك الفتيله كتبقى تشعل هنايا، يعني عندها هي غير كونتاكت واحد مع هذا ما هذا، يعني المده هذا كيبقى اليوم غدا اليوم غدا حتى تيتحرق، هذا كيبقى يدوب كتجمع هنا الكحوله صافي البوجي ما كتبقاش خدامه، كيبقى دا لك الديراطاج كيبقى تكل لك ليسانس. اشنو لقاو المصنعين؟ لقاو بان فكروا وما طاحت لهم فكره بان
غيديروا هاد لي بوجي اللي فيهم ربعة اولا فيهم جوج ولا ثلاثة، هادو المدة ديالهم طويلة. اشنو كيطرى؟ هادي كتبقى تضرب مرة هنا مرة هنا مرة هنا مرة هنا، فيما كانت الاقرب بلاصة كتبقى تضرب فيها، راه ما كتضربش فيهم في ربعة، راه كتضربها في واحد. بحال ربما تكونوا، نتمنى تكونوا فهمتوني، يعني دابا ملي كتضرب الشمعة كتضرب مرة هنا مرة هنا مرة هنا، يعني المدة هادو هذيك المدة كتوزع عليهم هما بربعة، يعني هذا كيصبر كثار من هذاك اللي فيه غير واحد، وكيصبر هادو اللي فيهم ربعة كيصبروا كثر من اللي فيهم ثلاثة، وكيصبروا كثر اللي فيهم جوج، باش تكونوا عارفين. ربما الاخوان كاين اللي ما عمرو عارف بان راه بوجي فيه جوج ريوس ولا ثلاثة ولا أربعة، اول خطرة غادي يعرفها. كاين الناس تبارك الله اللي يكونوا عارفين. هو الاخوان بالنسبة للفقرة الأخيرة اللي هي ديال أحسن لي مارك، بالنسبة لي أنا شخصيا غادي ننصحكم هاد الثلاثة هادو اللي كيبان لكم، بوش انجيكا وبيرو. أنا مارك بيرو، بوش بيان سور تاخذهم في لوريجين، انجيكا راه الاغلبيه كيجيبوهم في الطوموبيلات ديال اسيا، يعني هيونداي كيا كيجيبوهم شركات في كازا، لي فورنيسور كيجيبو هاد لا مارك، وبوش راه معروفين ديال الطوموبيلات ديال اوروبا والالمان. في المرتبه الاولى قلت لكم هاد الثلاثه، في المرتبه الثانيه كاينه ايكم، هذه صناعه فرنسيه، هي مزيانه الاخوان، هي مزيانه ماشي كنعيب فيهم، ولكن المهم هي مزيانه، ولكن في المرتبه الثانيه من بعد بوش وما بين من بعد انجيكا وبيرو، هادو بثلاثه قلت لكم المرتبه الاولى. كاينه عاوتاني في المرتبه الثانيه لا مارك شامبيون، تا شامبيون مزيانه. وكان الاخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه، واللي عنده شي سؤال يطرحوه في التعاليق وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.